علي. ايه معلم. حط كل واحد بمكان. من هاللحظة ما عاد يشوفوا وش بعض ابدا. امرك معلم. ما بدي اي حدا من عيلتهم يعرف اي خبر عنهم. وكمان اذا بتسمع صوت وهمس اي حدا منهم عاقبه فورا، تخفيه عن وش الارض على الاخر. لادين يلا خدوا نخفيون وقدم لهم أحلى الخدمات اللي عنا هون، خدمات ما ينسوا كل حياتهم. إيه بيستاهلوا لأنهم قتلوا أخو المعلم الوحيد. المهم تفرقون وتعذبهم لا يعرفوا غلطهم. ما بتخليهم يلمحوش بعض. خذهم زياد. ما عاد اتركني. ما عاد زياد.